صينية بطاطس بقى عسل لحبايبي واخواتي وصحابي وكل متابعيني، بشكركم جدا جدا على تعليقاتكم اللي بتدعمني وبتحفزني، يا رب دايما على تواصل وبخير وبصحة وسعادة. بطاطس على بصل على فلفل حامي على طماطم على معصرة ليمونة، وفوق منهم بقى الفرخة ببهاراتها والبطاطس ببهاراتها، أكلة زي الفل وزي العسل. حبايبي بنانيتي العسولات يعرفوا بقى ويتعلموا. طبعا ست الكل وست الفل طبعا بتعمل أحلى مني بمراحل، بس برضو احنا بنقدم حاجات بسيطة لحبايبي وبناتي واخواتي علشان برضو يمكن يستفادوا من اللي احنا بنقدموه. بشكركم جدا جدا، تشاهدوا معايا بقية الفيديو. رشينا بهاراتنا على البطاطس وعلى الطماطم، ودلوقتي بندهن الفرخة صلصة، وبرضو هنرش عليها البهارات بتاعتنا اللي احنا بنحبها زي كاري ملح وفلفل طبعا، وحاجات تانية كتير دلوقتي هقول لكم عليها. انا بعملها في طبق لوحدها وهرشها عليها البهارات، هتبقى صينية بطاطس بسم الله ما شاء الله. الطبق اللي هنعمل فيه الخلطة بتاعت الفراخ اللي هنحطها على وش الفرخة، اول حاجة حطينا معلقة خل، وبعد كده معلقة زيت، معلقة ملح صغيرة، معلقة صلصة. طبعا لو عايزة الصلصة تقيلة او عايزاها خفيفة دي حاجة بحريتك انتي. البهارات بقى اللي انتي بتحبيها، يعني مثلا انا حاطة بهارات شوي وكاري وملح وفلفل، معلقة صغيرة بهارات فراخ، وفي بهارات شوي يعني في ده او ده، او حابة تضيفي حاجة واحدة من الاتنين عادي برضو، مش لازم يعني كل اللي احنا بنقوله طبعا ده يعني، وحاجة دي براحتك. وحطي بقى معلقتين تلاتة لبن كده، وشوفي جمال الفرخة بقى لما بتزقها باللبن بتبقى تحفة. وهنا بقى حطينا التتبيلة، التتبيلة المية المية بتاعتنا بسلطاتها بابا غنوجة ببهاراتها، ودهناها كلها كلها. تعالوا شوفوا بقى اخر الحلاوة واخر الجمال في الصينية العسل بتاعتنا دي. بصوا معانا بقى خلصت الفرخة والبطاطس والرز، الرز تحت خالص فوق منه البطاطس، وخلطة البطاطس كلها بقى بالطماطم بالفلفل بالبصل بكل حاجتها، والفرخة لونها جميل وشهية جدا جدا تبارك الله. دخلناها الشواية بعد الفرن، يعني هي نزلت في الفرن الأول في الصينية بتاعتها، طبعا هي نزلت في الصينية بتاعتها عادي زي ما كنا شايفينها. دخلتها في الفرن، مش على الفرن عدل أرضية الفرن، لأ رفعتها فوق خطوة صغيرة، ولما حسيت طبعا ان هي استوت والبطاطس استوت والفرخة بقت تمام ومية المية، طلعتها فوق الشواية، قصدي تحت الشواية، طلعتها تحت الشواية مدة 5 دقايق كده. بص اللون ده، اللون ده تحفة بالنسبة لي، احنا بنحبه جدا اللون ده كده، هي مش محروقة على فكرة، ده اللون ده جميل جدا، احنا بنحب اللون ده قوي. وادي كانت اكلتنا النهاردة، اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.